هذه علي وهو على وشك انقاذ حياة. من قبل 3 أشهر علي ما كان مسعف. علي انحط في موقف كان ممكن يدمر حياته، وفي الحقيقة كان علي على حافة الخطر. تورط علي في حادث مروري أدى لإصابة شخصين وتضرر وايد من السيارات وممتلكات عامة، كل ذي لأنه كان يسوق سيارته بسرعة كبيرة وكان منشغل بالهاتف النقال وفقد السيطرة على سيارته. تم تسجيل إفادته من قبل الشرطة والتحقيق معاه في النيابة، وبعدها أحالوه إلى المحكمة الصغرى الجنائية وهو قاعد بانتظار النطق بالحكم. كل اللي كان يفكر فيه وهو عائلته، شنو بيصير فيهم؟ شلون بيقدر يعيلهم وهو في السجن؟ شلون بيتقبلون فكرة ان ابوهم في السجن؟ حياته قاعدة تدهور، افكاره صارت مشوشة، وكل ذي كان بسبب غلطة منه. وبعد كل الوقت اللي انتظره عشان يسمع الحكم، صدر ضده حكم بالإدانة بالحبس لمدة 3 شهور وغرامة مالية كبيرة. ولكن لأن كانت أول جريمة له وأن العقوبة كانت أقل من عام، وبسبب ظروفه الاجتماعية تم استبدالها بالعقوبة البديلة ما بتخليه يتعلم الدرس بس، ولكن بتخليه يساعد الناس طول عمره. قرر القاضي أن يستبدل عقوبة الحبس بأداء عمل في الخدمة المجتمعية كمرافق مسعف يساعد ويوجه ضحايا حوادث المرور بشكل مباشر. في بعض الأوقات الناس الطيبة يقومون بأعمال سيئة أو تصرفات خارجة عن إرادتهم وغير مسؤولة، ويا الوقت أن يأخذون فرصة ثانية وأمل جديد، لأن ما تدري شنو ممكن يصنعون من هذه الفرصة. هي فرصة للإحساس بشعور الألم والمعاناة اللي سببها علي للآخرين الأبرياء، فرصة لتصحيح الأخطاء اللي ارتكبها وتعلم منها، فرصة يكون إنسان جديد بفكر ناضج وعلى قدر من الالتزام وتحمل المسؤولية.